اول شيء اهلا وسهلا فيكم الجديده فينت كاتر بالبازباك. نحن جينا على جديد عم نعمل فرانشيز شرقي بيتعلق بكل شيء مطبخ لبناني واكل شرقي تحديدا. اليوم كان الاوبننج، حبينا نعمل طابع جديد بمنطقه الجديده بيتعلق بالاكل الشرقي 100%. والاكيب كله بيتكون من ناس من المغرب مدربين محضرين بروفيسيونيل، فينا نقول انه هيدا المحل نمبر 1 بالمغرب بالاكل الشرقي. ولمتابعين الجديده 24 ولاهل المغرب ولاهل الجديده، نحن دائما هون بالجو الشرقي 100% مع كل العالم. عندنا اطباق صغيره كبيره متنوعه كثير، بننصح كل الناس تزورنا. اهلا وسهلا فيكم لانه نحن جينا من لبنان على جديده على المغرب دائما معكم. اسم الشركه اتش كي، بننظم حفلات اعراس افتتاحات محلات مطاعم، موجودين على كل الاراضي المغربيه. واليوم تشرفنا بمحل لبناني بجديده، وإلنا الشرف وصديق وحبيبه يعني بنكبر فيه نحن، وجينا نعمل شيء قطعه حلوه ومنظر حلو ونفرح الكل ونبسط الكل بالاضاءه للصوت للفنانين المغربي لبناني، شو ايقاعات فرقه دبكه كله موجود عندنا هيدا. والحمد لله نحن بهمنا رضا الموجودين ورضا المحبين. بيت الافتتاح انه العالم خفيفه، كانت كانه جاي على بيتها، موجودين جايين هن يعملوا شو قبل ما نحن نعمله للشو. هذا اللي عجبني بالافتتاح، وصاحب المحل هو اللي اعطانا الطاقه والموسيقيه والايقاعيه اللي كانوا معي والفنانين والاورجانيست والتيم كله، هو اللي بيخليك تحب شغلك وتنبسط شو ما كان الشغل، لو كان خفيف لو كان كبير بنحب نعطيه من قلبنا. بدي اقول للمغاربه الله يفرحهم دائما ويعطيونا النجاح بأي مشروع بيعملوه، بأي فرح، بأي مناسبة نحن موجودين، والله يفرحهم والله يفرح سيدنا. وشكرا لجديد 24 وتحياتي لألكم.